الفكرة جاتلك ازاي؟ الفكرة جات لي، هو أولا أنا ما كنتش أعرف عن جمعية النور والأمل أي حاجة خالص، فكانت في بنت أختي كانت موجودة هنا في المدرسة، فأختي في يوم كانت تعبانة، فكنت أنا في جامعة الأزهر في مدينة نصر، فقالت لي أعدي أخدها وكده. فأول مرة كنت أجي أخد بنت أختي فشفت المكان وقالوا لي ممكن تيجي تساعدي وكده وتشتغلي معانا كمشرفة للبنات الكفيفات. فقلت لهم أعمل إيه؟ قالوا لي قلت لهم أنا لسه في الدراسة. قالوا لي لا، هو ممكن يعني تدرسي وتبقي برضو تبشريهم وكده يعني. فطبعا كنت هايبة الموضوع في الأول، فبعد كده طبعا خدت عليهم ويعتبر أنا مربياهم لأنهم من صغرهم وهم معايا، أنا بقالي حوالي 30 سنة معايا. ما هو في أول مرة أنا يعني جيت في الجمعية واشتغلت كمشرفة داخلي مع البنات، فكنت دايما يعني أقعد معاهم وصاحبتهم، اعتبرتهم إن هم إخواتي الصغيرين. دلوقتي بقيت أم ليهم دلوقتي. كنت بروح دراستي عادي وباجي، بيكونوا هما في المدرسة الصبح، على بال ما اجي من دراستي بيكونوا خلصوا وطلعوا للمعهد، بشيرهم في المعهد هنا في معهد الموسيقى كده يعني، بتعامل معاهم كأم لبناتها. طيب بشوف مشاكلهم يعني، اي بنت عندها اي مشكله بقعد معاها اشوف ايه المشكله بتاعتها. لو مشكله ماديه بكلم مدام امال، مدام امال هي العمود الفقري للمعهد وهي كل حاجه بالنسبه للجمعيه وللمعهد بصراحه يعني. لا هم في اوركسترا صغير واوركسترا كبير، وفي مايسترو للصغيرين ومايسترو للكبار. هما بيعزفوا بنوتة ولا من غير؟ لا لا، من غير نوتة بإحساسهم؟ لا، هو النوتة بتجيلنا مبصر، عندنا مكتبة برايل، بننقل من المبصر للبرايل، وبعدين نوزعها على البنات يقروها ويحفظوها، وبعدين يخشوا بقى البروفة بيطبقوها من غير يعني من غير نوتة. طب من وجهة نظرك العزف على النوتة أصعب ولا النوتة؟ هو طبعا بالنسبه للمبصرين هو سهل بالنسبه ليهم لانهم النوتة قدامهم بيعزفوا، انما بالنسبه للكفيفات هو صعب طبعا، لان على بال مثلا المايسترو بيقول عايز النوتة دي تتعمل بنجيبها مبصر نحولها لبرايل، يعني بنقعد حوالي 3 شهور على بال ما النوتة تتعمل لهم برايل ويبداوا يحفظوها. طبعا هو الثواب والعقاب، لو البنت تخلفت عن البروفة عن الحصة بتاعتها كده، لكن بالنسبة للبروفات هم بصراحة يعني فوق الممتازين، منتظمين على طول؟ لا مفيش، كله بيبقى منتظم، عارفين ميعاد البروفة بيجوا يحضروا فيها، ما حدش بيتخلف عن البروفة. طيب والعقاب لو هو في واحدة غابت بيبقى عمرها ايه؟ هو العقاب بيبقى مثلا يا اما بنبعت لولي امرها لو كده، يا اما بيبقى في مثلا عقاب مادي في البروفه بتاعتها، مثلا بتاخد كذا بيتخصم منها كده يعني. طيب السفر بقى، كلمونا عن السفر شويه، انا عرفت انك سافرتي معاهم كذا دوله. وانا سافرت معاهم دول كتير، طبعا في السفر احنا بنلاقي نفسنا فعلا في السفريات، ناس هناك الجمهور ممتاز يعني، فاهمين موسيقى، فاهمين يعني ايه بنات كفيفات بيعزفوا، لدرجة ان بيجوا في الحفلة الجمهور بيقوم يقف ويسقف لهم بالدموع، والاستقبال بتاعهم جميل جدا. انما هنا في مصر للأسف مش حاسين بيهم خالص. هو انتوا ما فيش اي جهة بتدعمكم او اي حاجة؟ هو مصر الخير بس؟ مصر الخير بتدعم الأوركسترا والمدرسين اللي بيدوهم مرتباتهم يعني. طيب عايزة أعرف أصعب موقف قابلتيه معاهم كان إيه؟ والله أنا وجودي معاهم يعني، هو طبعا هو مشقة، بس وجودي معاهم والنجاح اللي بشوفه منهم بينسينا أي حاجة، أي مشقة بشوفها. طب عايزة أعرف أحلامك إيه بقى معاهم، أو عايزة تخليهم يوصلوا لإيه؟ نفسي كل العالم يعرفهم ومصر بالذات.
مصر بالذات يعني نفسي يعرفوهم ويحسسوهم ان هم يعني زي بتوع كورة مثلا. في مشاكل بتواجهكم في هي الماديات طبعا. اولا هو مرتباتهم ضعيفة جدا، فعلشان نزود مرتباتهم مفيش، احنا يعني مؤسسة للتبرعات.